مساء الخير عليكم جميعا مشاهدينا، وحياكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة شباب. وللأسف هي الحلقة الأخيرة من هذا الموسم استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك. سعيدة جدا بكم وبكل من شاهد وتابع عبر الشاشة أو عبر منصات التواصل الخاصة بالبرنامج، ويا رب أتمنى نكون هذا الموسم قدمنا لكم المفيد والجميل والجديد في نفس الوقت. وطبعا أقول لكم كل عام وأنتم بألف خير جميعا. وبما أننا على مسافة ساعات قليلة جدا تفصلنا عن شهر رمضان المبارك وشهر الخير، خلونا نبدأ حلقتنا ولتلامس اهتمامات الناس وخصوصا في هذا الشهر المبارك. في كل موسم رمضاني تتسابق أيادي المجتمع بكل فئاتها في التطوع لتقديم الأعمال الخيرية التي يأتي من أهمها في شهر رمضان إفطار صائم. هذه المرة عندنا وقفة سريعة مع ضيفنا المشرف الإعلامي على حملة إفطار مليون صائم أستاذ ناصر شرحيلي، واللي حيعطينا تفاصيل أكثر عن الحملة هذا الشهر وهذا الموسم. أهلا وسهلا أستاذ ناصر. أهلا وسهلا فيك، وفرصة جميلة أن نكون بداية لانتهاء، وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى نلتقي إن شاء الله مع مشاهدينكم والجميع بخير بعد شهر رمضان المبارك إن شاء الله بإذن الله. خلينا نتكلم مليون صائم للعام الثاني على التوالي، هل نعرف منك تفاصيل أكثر عن هذا البرنامج؟ طبعا إفطار مليون صائم هي انطلقت بدورتها الأولى، كانت برعاية كريمة من سمو سيدي مستشار خادم الحرمين الشريفين سمو الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة. طبعا لقت يعني دعم كبير جدا من الجهات الحكومية، وأيضا من المشاهير، وأيضا من المجتمع نفسه ومن رجال الأعمال. فكانت تجربة صراحة ناجحة، وحيث أنك أنت أصلا لما تستشعر أنك أنت حتفطر مليون صائم خلال شهر رمضان المبارك، رقم مو سهل جدا. رقم صراحة فريق العمل فيه تعب ليل نهار عشان يقدر يحقق الرقم، لأنه أنت لما تتكلم عن ما يقارب 36 ألف وجبة تطلع يوميا، فيها عمليات توزيعية كبيرة جدا، فيها استعدادات لوجستية عالية جدا، فيها لابد من وجود فيها من بيوت الخبرة وبيوت العمليات الاستعدادية التنفيذية ما قبل الموعد بما لا يقارب يعني 3 أشهر إلى 4 أشهر فقط استعدادات لانطلاق البرنامج. طبعا لأنه البرنامج نجح الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل دعم سيدي أمير منطقة مكة المكرمة وجميع الجهات الموجودة، قررت جمعية حفظ النعمة أن تطلق برنامج إفطار مليون صائم لدورتها الثانية كتحدي للعام الثاني، إن شاء الله تعالى كسر حاجز المليون، ولكن بإذن الله تعالى. لكن لعلمنا أنه الرقم صعب جدا، فأحنا أبقينا على مليون صائم. طبعا في السنة الفائتة كان 1200 ساعة تطوعية، ما يقارب 7 فرق تطوعية، ما يقارب 40 ألف أسرة تم الاستفادة من وجبات البرنامج، وأيضا ما يقارب 40 حي تم دخولها واستفادة الموجودين داخل هالأحياء. طيب نبغى نعرف يعني كيف عادة الآلية المتبعة في إيصال هذا العمل للفئة المستحقة فعلا، لو تعطينا نبذة؟ طبعا هي لها جانبين، الجانب الأول اللي هو الجانب الإعدادي، والجانب الثاني اللي هو الجانب الميداني. الجانب الإعدادي كثيرا ما تتحمله الجمعية من حيث ضبط المستفيدين، المشاركة من خلال الروابط اللي تضعها الجمعية، أيضا المشاركة من خلال قنوات التواصل اللي توفرها الجمعية، وما شاء الله تبارك الله موفرة قنوات تواصل عديدة تستطيع أنك من خلالها توصل للتسجيل. بعد كذا يتم فلترة المسجلين والبحث
والتدقيق من حيث وضع المسجل، هل هو فعلا مستحق لهذه الدعم أو لا. جميل. فبعد الفلترة وبعد التحقق من الأسماء يتم رفع الأسماء للجنة التوزيع والخدمات اللوجستية، اللي هي اللجنة اللي هي هنا الهدك العالي، يعني هي اللجنة هذه المختصة طبعا بالمتطوعين، المختصة بالسيارات والأسطول اللي يطلع يوميا. لكنت يعني كان السنة اللي فاتت كان يعني تطلع 7 مراكز يطلع منها وجبات، كل مركز تقريبا يخرج ما يقارب 26 إلى 30 ألف يعني وجبة، ما شاء الله تبارك الله. كتوتل مجموع كامل 36 ألف، ما بين 10 آلاف إلى 12 ألف وجبة. طبعا إحنا في وضع جائحة كورونا، ما ننسى الشيء هذا مهم جدا ولا بد أنه ينحط في الحسبان، فيكون في عمليات جدا دقيقة بحيث أنه الإجراءات الاحترازية، من بعد ذلك النزول بالتباعد، من بعد ذلك وجود حتى الفرق الموجودة داخل الأحياء، لما ندخل داخل الأحياء ما يدخل الشباب اللي ما يعرفوا الحي، لابد أن يكون الشباب المتطوعين يكون معاكم متطوعين من داخل من الحي نفسه. أيوة، لأنه جميل. أيوة في أحياء دخلناها، يعني صراحة دخلناها مع بعض المشاهير، أنت لحالك لو تدخلها تتوه، يعني ما تقدر تعرف ما تعرف الأماكن، وممكن يكون مع التوان هذا يعني يكون في تدافع، يكون في سرعة عشان أنا أوصل الوجبة للناس قبل أذان المغرب، لأنه إذا أذن المغرب خلاص أنت يعتبر، يعني إحنا بالنسبة لنا ك يعني لجنة توزيع أنه خلاص يعني الأهم عندي أنه يكتمل الأجر بإذن الله تعالى وتصل الوجبة للمستفيد قبل أذان المغرب. فكان أكيد أستاذ ناصر حناخذ تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، ولكن نبغى نعرف يعني هذه المرة وهذه السنة في مسمى جديد للمشاركة من خلال سفراء البرامج أو البرنامج، فنبغى نعرف المقصود بهذه الجملة. والله سفراء إفطار مليون صائم يعني تم اختيارهم بدقة عالية جدا، وهم من يعني يعتبروا الأفضل في المجالات اللي تم اختيارها، ما حنكشف عن أسماء حاليا إن شاء الله تعالى، تبعا حيبدأ يعني الكشف عن أسماء سفراء إفطار مليون صائم. ولكن فكرة سفراء إفطار مليون صائم هي لمسة وفاء وجدناها عند جميع شرائح المجتمع، كانت داعمة لنا بقوة في النسخة الأولى، فأراد أرادت اللجنة التنفيذية أن تكرم هؤلاء يعني القادة أو هؤلاء العاملين في المجال المجتمعي، فوضعنا سفراء إفطار مليون صائم، هي كلمسة وفاء وكلمسة محبة وعرفان وعطاء لكل من ساهم. طبعا الجميع هم سفراء لإفطار مليون صائم، لكن احنا لا نستطيع أن نضع جميع أفراد المجتمع سفراء، ولكن تم اختيار أفضل وأدق يعني من فئات المجتمع ومن مختلف المجالات، ليس من مجال واحد. قريبا حتسمعوا اسماء قويه جدا في سفراء افطار مليون صائم. اكتفيتوا ولا نقدر نشارك معكم؟ طبعا ونطوع. المجال مفتوح دائما. جميل. ونرحب واهلا وسهلا فيكم. يعطيك الف عافيه استاذ ناصر، واكيد انتم قدها وقدود، وصراحه نحن نحسدكم اليوم على الاجر، وباذن الله يعني نكون ولو جزء بسيط نقدم لكم هذا الدعم ونكون معاكم في يوم من الايام، ويعطيكم الف عافيه على كل هذه المجهودات. شكرا لك. شكرا جزيلا لك. الله يسلمك. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل هدايا وتنسيقات مبتكره بايدي فتياتنا. التجربة والمحاولة والفشل والنجاح كانت هي العناصر التي وضعت أسماء الزهراني وزميلاتها في أول الطريق الصحيح في عالم البزنس من خلال مشروع للهدايا والورود وجد النور رسميا قبل 3 أيام. هذه القصة صراحة هي واحدة من آلاف القصص الملهمة في عالم الأعمال وقصص النجاح اللي ممكن نشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا في حياتنا. أسماء منورتنا عبر سكايب، أكيد نقول لها بداية أهلا وسهلا أسماء، وألف مبروك الافتتاح. الله يبارك فيك يا رب. يا أهلا فيك، وأنا فخورة جدا أن أكون معكم اليوم كشابة سعودية
واحكي قصه نجاحي انا وشركاء النجاح. انا ما اسميهم زميلات عمل. ونحن فخورين أكثر شكرا. فيك أسماء. خلينا في البداية نعرف منك كيف تطورت معك الفكرة لحد ما شاء الله تبارك الله تم افتتاح هذا المعرض. أولا الفكرة بدأت معايا لما شفنا السوق مكرر ونفس اللمسات في عالم الورود والورد، احنا نقدر نبدع فيه ونقدر نضيف أفكار كثيرة، نضيف أشياء، نضيف لمسات، ممكن نضيف نباتات معينة عطرية مثلا. حبيت كذا أدخل شيء جديد في الورد، فبدأنا أنا وزميلاتي نستقل كم بوكيه بأفكار جديدة. بدأنا نستخدم الليمون، النعناع، الريحان، الفل، البردقوش، الأشياء هذه يعني. فالحمد لله نجحت إلى أن تم افتتاح هذا المعرض. طب السوق مليان يعني بكل صراحة، والمنافسة مو سهلة أبدا، ولكن أكيد أنتم مستعدين لها. هذا سؤال لي، إيش اللي يعني يميزكم عن باقي المعارض أو المحلات الموجودة في السوق؟ إحنا بنتميز زي ما قلت لك، دخلنا موارد البلد، الأشياء اللي بتنزل في أرضنا. يعني انا ممكن كذا وانا جايه الشغل انزل الحوش اخذ لي كم ريحانه واجي وانسق فيها طازه، بتطلع حلوه يعني. صح بأضيف شيء شعبي بس بأخرجه في الاخر بشكل مودرن ومرتب وفخم. بقدر مثلا الله. ادير ست كبيره. ايوه جبناه لكم على الاستوديو. اي شايفه ما شاء الله تبارك الله رائع، اشوف الريحان موجود هنا عندي. هي شوفي ريحان وهي برنجه، هاد عزوليت بس. والله رائعة الفكرة، حبيتها. يمكن أنتم من أوائل المعارض اللي ممكن فكرت بهذه الفكرة. مو كثير محلات ورد مثلا يستخدموا الـ يعني الورود أو النباتات والأعشاب الموجودة عندنا والشعبية والمتعارف عليها عندنا، فصراحة أسمى أهنيك على الفكرة. يا قلب الله يسعدك، شكرا لك. طيب عادة إيش أكثر المواسم اللي يكون فيها إقبال، ومين الفئة اللي تشتري منكم الورد؟ أنا أشوف إن الورد عمره ما يرتبط بموسم، إحنا طوال السنة بنهدي الورد، بنستخدم الورد. أنت في بيتك في الصالة بتحطي فازة فيها ورد، تحبي تغيريها كل أسبوع، بتروحي تزوري مريض، بتهدي أمك، صاحبتك، زوجك، للمناسبات هذه. يعني أنا أشوف الورد عمره ما يرتبط بموسم، صحيح. يستخدم على مدار السنة. صحيح. ومين أكثر فئة تشتري الورد؟ نحن البنات صح؟ والله كثير شباب كمان بيجون يشتروا ورد. طيب لو كيف؟ أقول لك الشباب يزوروني أكثر من البنات. والله ما شاء الله والله تبارك الله. طب كيف تقرون طلب العميل؟ يعني في ناس ما تكون متأكدة هي إيش محتاجة أو إيش حابة، وتدخل عليكم المعرض يعني تقول لكم، يعني تكون محتارة في الطلب، فهنا أنتوا يجي دوركم. صحيح. ايوه انا بمجرد ما يدخل العميل بساله ايش المناسبه، مثلا عيد ميلاد، حفله، زواج، زياره مريض، فبدخله على غرفه الورد ايش حاب الوان. نحاول ان احنا وهو كذا نبتكر فكره جديده، هو يختار واذا سلم لي الموضوع حيلقى شيء يعجبه. جميل. طب خلينا نتكلم على رمضان، يعني هذه الأيام كل الناس بتهدي بعض، فهل قدمتوا أفكار جميلة تيم رمضاني معين لهذا الشهر؟ جهزنا طبعا سلات رمضانية فيها أضفنا المصاحف، المسك، العود، المسابح، المباخر، جهزنا سمات رمضانية. شفتي أقمشة الشالكي دخلناها مع الورد، ممكن لو حابة تهدين ست كبيرة ندخلك معاها الريحان، الفل. أضفنا أفكار إن شاء الله يا رب أنها تكون جديدة وتعجب الجميع. والله صراحة أنا شخصيا عجبتني، جازت لي فكرة المسبحة في الباقة، فكرة جديدة وما شفتها قبل كذا أبدا، وحبيتها. ترى الباقة موجودة هنا جنبي.
قاعدة يلا أتأملها كل شوي. تستاهلينها حبيبتي تسلمي لي. طب تستاهلينها. فين الطلب الأقوى اليوم في هذا المجال؟ الناس اللي حابين أنهم يدخلوا سوق الهدايا والورود، هل برأيك بيكون الطلب أقوى في المعارض أو أونلاين؟ وخصوصا لازم نتكلم إن هذه الفترة السوق اختلف. طبعا الاونلاين عليه طلب طبعا ما نختلف، لكن انا من وجهه نظري احس لما انا الورد شيء ملموس، احس لما انا ادخل المعرض اشوف انواع الورد، احاول اختار الالوان بنفسي، اشوف التنسيق حق التغليف، احس ان شراء الورد وتغليف الهدايا من المعرض افضل بكثير من الاونلاين. المعرض يكون أفضل بكثير من الأونلاين من خلال بالضبط، انت تجربتك لما الشخصية. إيه؟ ايوه بالضبط، انت لما تدخلين تختارين الورد بنفسك، تختارين الالوان بنفسك، اشوف غير على لما انا اشوف صوره واقول يلا انا ابغى هذه. صح. طب وأخيرا يعني أحتاج أعرف منك رأيك في دخول الفتيات لهذا المجال. ما شاء الله لاحظنا في الفترة الأخيرة البنات والشباب ينافسوا بعض في تنسيق الورد، ومن تجربتكم شوف دخول البنات في عالم الورد مرة جميل، وممكن احنا نتحدى الشباب لانه لنا نظرة مختلفة، لنا لمسة مختلفة، صحيح. وبرضه الورد دائما تحسينه مرتبط بالانثى، لها لمستها، لها فكرتها، لها نظرتها، بس هذا برضه ما يمنع ان الشباب صراحة برضه صايرين منافسين لنا في جميع المجالات. صحيح، والشباب اليوم يقولوا البنات منافسيننا في كل المجالات. خلاص صار التحدي بين الشباب صح. والبنات، هنا كل واحد يبدع والله يوفق الجميع. طب ما تفكروا انكم مثلا توظفي شباب عندك في المعرض؟ يعني ما شاء الله كلكم بنات انت وزميلاتك، ممكن تستفيدوا من خبرات الشباب في هذا المجال، او تشاركوا شباب مهتمين بتنسيق الورد عشان تتوسعوا اكثر ويكون لكم فروع في مختلف انحاء المملكة. طبعا عادي ما نختلف، بس احنا كذا اربعه وبادئين مع بعض وحابين ان شاء الله نتوسع مع بعض، وان شاء الله يا رب اذا توسعنا ليه لا، حتى احنا حابين ان شاء الله ندرب وعادي نفيد ونستفيد باذن ما الله. شاء الله تبارك الله، الله يديم عليكم هذه المحبة والأخوة امين والمشاركة في العمل، امين ونتمنى لكم امين كل امين. التوفيق. وشكرا لك أسماء، وشكرا على الورد الجميل اللي زينتي العفو بيه الاستوديو. العفو، شكرا لك تستاهلون حبيبتي، تستاهلون، تسلمي العفو، لي. في امان الله. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل أثواب رمضان النسائية موضة لا تنتهي. موضة الأثواب والعبايات الخاصة بفترة رمضان دائما نشوف أنها تكون تحدي بالنسبة للمصممات والمصممين، خصوصا لما يكون الهدف تقديم تصاميم مبتكرة وفي نفس الوقت يحافظوا على الهوية والثيم الرمضاني. فعندنا تفاصيل شيقة جدا حول هذا الموضوع مع المصممة ميسون ممدوح. أهلا وسهلا ميسون، أهلا منورتنا. فيك. يعني أتوقع صراحة واحدة من أصعب الفترات في التصميم في هذه الفترة، كيف المصممين يبتكروا ويقدموا أفكار جديدة خاصة في الثياب الرمضانية وأيضا العبايات الرمضانية وبنفس الوقت تحافظوا على الثيم، فكيف تحلوا هذه المعادلة الصعبة؟ أول شيء نعاد عليكم جميعا. آمين يا رب. رمضان أنا بعتبره من أجمل المواسم، يمكن الديزاينر يشوفوه من أصعب المواسم اللي متمر، بس بحكم التنافس العالي اللي فيه بصير المصمم بيطلع أفضل ما عنده، فبيكون التشجيع كتير عالي، فبيحاول يبتكر ويقدم تصميم مبتكر مختلف عن الكل، لأنه كل ما كان التنافس أعلى كل ما كان الكرياتيفيتي أعلى. صح، أوافقك الرأي. طب عادة المصمم عنده اختيار الألوان واختيار الخامات، بس هل أنت مثلا محكومة بألوان معينة لهذا الشهر؟
الألوان هي من أجمل أجزاء التصميم الصراحة، لأنه هي اللي بتبرز الخامة وهي اللي بتبرز التصميم المبتكر. كل ما كان اللون ظاهر أو كان في ألوان unexpected مع بعضها، بتطلعي كومبينيشن جديد، بتكوني نزلتي منتج جديد. يعني ما عاد في منه أنه دايما العين تاخد الألوان الدارك مع بعض الفاتحة مع بعض، بس ندخلتي ألوان جديدة بتكوني قدمتي أبرزتي جمال التصميم باللون اللي هو فيه. صحيح، أوافقك الرأي. طيب غششيني، إيش الألوان هذا الشهر اللي راح تكون أقدر أقول دارجة في هذا الموسم؟ هلأ الأتواب دايما بنعتمد على الألوان الفاتحة، طبعا ما بنستغني عن الألوان الغامقة، بس الألوان الفاتحة هي اللي عليها طلب، هي اللي بتحسك ببهجة رمضان وفرحة رمضان. والألوان التراثية، النيلي، الأحمر، الألوان اللي عليها تحسي فيها تراث، تحسي فيها شيء من التصميم العربي. فدايما بنميل لهي الألوان حتى ناخذ روح رمضان وننزله على القطع. هلا، طب بالنسبة للترند والخامات لهذا الموسم، ايش اغلب المصممات بيستخدموا؟ انا بمشي كمصممة بترند الخامة اكثر من ترند الديزاين. لما تنزل خامة استخدمها، بس التصميم يكون هو هوية وبصمة المصمم. فبحاول ابتكر تصميم مختلف حتى يكون مو الترند كل الديزاينرز نفس بعض. فبنمشي مع ترند الخامة، مثل عبايات السنة درجة خامة اللينن، كرمش، الجورجيت، الأقطان، الحرير، زي اللي أنا لابساه هذا. ما شاء الله تبارك الله، رائع، خفيف وناعم وبنفس الوقت سبور شيك يعني. حلو، بس أنا لاحظت يعني هذا الموسم مو مثل كان الموسم اللي فات، بسبب أن كثير من المصممات تضرروا بسبب جائحة كورونا. ما صحيح. كان في عزايم، ما كان في خروج، كان في حجر في البيت، فالناس ما كانت تشتري صراحة ثياب ولا جلابيات. وأنا أتكلم عن نفسي شخصيا، لابسة ثياب السنة اللي فاتت. صحيح. يعني فعليا ما خرجت السنة اللي فاتت. ف بالنسبة لكم كمصممات، كيف بتحاولوا أنكم تتداركوا هذه الأزمة في هذا الموسم؟ هلا كورونا صح كان معنا إنتاج، بس كان عنا وقت إنه ننتج أكثر، نفكر أكثر، عطانا سبيس. نحن ما كان في ضغط رمضان الماضي. أنا كمصممة كان عندي وقت إني طلع ديزاينات أكثر، اشتغلت على خامات ما اشتغلتها من قبل. وعلى هذه السنة الحمد لله تحسنت الأوضاع واستفدنا من اللي راح، من الوقت اللي الضايع كان استفدنا منه نحن كمصممين وننتج شيء جديد. حلو والله انك استغليتي الفترة اللي راحت، لأنه دائما بالسيزون ما فيكي ترسمي حتى، يعني يا دوب ترسمي تطلعي كم منتج، بصير ضغط بتوقفي الشغل. فرمضان الماضي كان فرصة انه الواحد. ليش سألتك في هذا الموضوع؟ لأنه فعلا بحكم احتكاكي بالمصممات لاحظت ان هذه الفترة مو كثير كمان مصممات مسوين جلابيات وثياب كلها بالطلب، مو مسوين اي شيء بالعرض. دخت لين الاقي ثياب للبرنامج. فخلينا نتكلم دحين عن الترند ايضا في العبايات، بما اننا تكلمنا عن الثياب. تمام، انا نزلت الأتواب رمضان هذه شبيهة بالدريسي بالفساتين، حتى تمشي رمضان وتمشي العيد زي كده، تمشي مع أحزمة وممكن من دون أحزمة. اشتغلت عليها هاند ميد امبرايدري، تركبت عليها أحجار. الله، حلوة الألوان. والخامات استخدمت القطن عشان بارد وصيف، والشغل فورمال، فكان الكومبينيشن سبور شيك حتى تمشي يعني رسمي وبنفس الوقت كاجوال. رائعة ما شاء الله التفاصيل. وهذا عليه الشغل كله، هذا شغل يد. كثير يمكن من المصممات بيستخدموا اللينن في رمضان وفي الصيف، لأنه خلاص نقول نحن نوفر كمستهلك. اسأليني أنا أدرى بهذا الموضوع، نشتري رمضان لنن ونوفره للصيف، نقدر كذا نستغل الوقت أنه نلبسه في أكثر من موسم في البيت. فلاحظت أنك ما استخدمت اللنن كثير. هذا اللنن المكرمش استخدمته كعبايات. هو هذا الكوليكشن كان سبرينج 2021، كان أتواب رمضان والعبي حقت العيد والعبي الصيفية اللي هي حقت السمر. دخلنا فيها الكلف البدوي، كمان الشغل العربي، لأنه بحسه بيمشي مع اللينن. هذه قفطان ولا بتسوي كمان بتفصل القفطان؟ هذه I inspired من القفطان.
حسيت تصدقي رائعة. والتطريز كله شغل يد، والخامة من أنواع الكريبات اللي ولا خفيفة ولا 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 ثقيلة في نفس صحيح. الوقت. طب إيش بصمتك يعني كمصممة في هذا المجال؟ يعني إذا شفت مثلا ثياب أو عبايات أقول والله هذه تصاميم المصممة فلانة، فأنت إيش بصمتك في أنا بصمتي الثياب؟ اللي هي معروفة بشوفوها اللي هو الخامات الكاجوال بالتطريز الفورمال اللي هو سبور شيك. يعني دائما العباية اللي تمشي على كل الأوكيجنز، هذا اللي بيميزني بتصاميمي، حتى اشتغلت بالأتواب نفس الشيء. الله رائعة، هذه حبيتها. حبيت فكرة أنك يعني تداخل الخامات مع بعض، يمكن في ثلاث خامات يعني مختلفة هذه في هذه العباية مثلاً. أيوة هذه الخامة كاجوال بس ندخله مع تل which is formal، فالكومبينيشن بين الفورمال والكاجوال. مرة حبيت الفكرة، ممكن تداخل الخامات يعطيك قطعة فنية صح. بعد ما تشوفيها بالكامل يعني تقدري تلبسيها شيك وفي نفس الوقت تقدري تلبسيها سهرة، وهذه يعني ترك حلو من المصممات يوفروا علينا في نفس الوقت، بدل ما نشتري صح. عباية الكاجوال وعباية للسهرات بالزبط. والمناسبات، في عباية واحدة ممكن نستخدمها صحيح. في كل الأوقات. طب إيش الفرق عادة بين أذواق البنات وأذواق السيدات؟ يعني أكيد أنت مجهزة خيارات للكل. صحيح، دائما بنزل كولكشن فئة عمرية صغيرة وفئة عمرية اللي هي فوق الأربعين. الفوق الأربعين هي اللي بيكون فيها أكثر التطريز والشك والخرز، والكولكشن الصيفي هو الصراحة اللي بياخذوا الفئة العمرية الصغيرة، لأنه بتكون ألوان أكثر كالرفول وخفيفة ناعمة، فدائما بنراعي كل الفئات العمرية بكل سيزن بينزل فيه كولكشن بيكون مراعين الفئة العمرية صغار وكبار. حلو. طيب بالنسبة للأسعار، يمكن هذا أكثر شيء المصممات ما يحبوا أتكلم فيه، بس ليش أشوف يعني أنا اليوم أنا مستهلك، ماني مقدمة برنامج، ليش نشوف فيه تفاوت كبير في الأسعار بين المصممات؟ يعني هذا يرجع لإيش؟ شوفي بشكل عام التفاوت هو على حسب قيمة القطعة. يعني الحين صار في وعي، السوشيال ميديا صار الكاستمر يفوت يشوف كل الكولكشن، يشوف شريحة كاملة من الديزاينرز من الموبايل، يعني ما ينزل السوق ويفتش صح. فهو عارف انه لما حيكون الاسعار مرتفعة او متوسطة او نازلة فالكواليتي متناسب مع السعر، لانه من جد الوعي صار عالي جدا، صار الكاستمر بيفهم بالخامة، صار بيفهم بالتصميم، مو زي اول. السوشيال ميديا خلته اقرب للمصمم ويعرف التفاصيل، فكل تفصيل كل ما كان في شغل اكثر وتفصيل اكثر بيكون سعره اعلى. يعني كل ما كل شيء سعره فيه يعني صح، خصوصا اذا كان هاند ميد يا جماعه. صحيح، الهاند ميد الشغل اليدوي ورسم الهاند ميد وشغله بيفرق وبياخذ وقت طويل، ونوع الخامه حتى نوع الخامه يعني في نفس الخامات درجات، في الايطالي والفرنسي وفي الصيني والكوري والياباني، فحسب الخامه اللي. بس صار في وعي الحين، الزبون لما بيمسك العبايه او التوب صار يعرف ايش هذه الخامه، مو زي اول. فما عاد التفاوت بالاسعار معتمد بالفعل على القطع. طب ما لاحظتي كمان ان فجاه كل اللي في السوشيال ميديا صاروا مصممات عبايات وجلابيات؟ صح، وانا توجهت بصراحه من هذا الشيء، كنت بدنا نفتح بوتيك للتصاميم، ففتحنا مشغل خياطه لندعم المصممات المبتدئين. حلو. صار ما شاء الله في شريحة كتير عالية، ففكرنا بشيء أنه نكون مواكبين التصميم، نساعدهم كيف يوصفوا الخامات المناسبة للتصميم، كيف يستخدموا الخامات، كيف يستخدموا القصات الصح. فهذا الشيء ساعد جدا أنه الشغل يكون أحسن، لأنه الطلب كتير عالي صار على التفصيل صح. والديزاينرز ما شاء الله يعني في تنافس عالي، وهذا التنافس جداً. حلو، يعني عم يخلي التصميم يطلع لفوق، يصير احسن، يصير افضل، لانه في تنافس حلو. فمشان هيك طلعت فكره المشغل انه الواحد يساعد. انا لنصلي من 2009 بشتغل 13 سنه تقريبا ما شاء الله، فحبيت اني ساعد وساهم كل الديزاينرز المبتدئين اذا بدهم اي مساعده بالخامات بالقصات هذه النصايح بتقدميها لهم من خلال هو مختص تفصيل عبايات ومختص في سكشن خاص للديزاينرز المبتدئين، فنحن بنساعدهم كيف
يعني يختاروا الخامة مع التصميم المناسب، وطبعا المقاسات وكل تفاصيل التصميم، يعني هي تفاصيل كتير كبيرة يعني. فكانت الفكرة من كثرة الضغط على الخياطة اللي بالسوق حاليا. طب كيف المصممة ممكن تحفظ تصاميمها من التقليد أو السرقة، خصوصا إذا نشرت مثلا الصور على مواقع التواصل الاجتماعي؟ سهل أنه الواحد صح. يقلدها صح. فواضح انك يعني في نبرة صوت ما عجبتني، تقلدتي كثير، قلدت تصاميمك. بس انا كثير بحاول، نقول ما قبل كورونا كنا نسافر اكثر، نجيب الاقمشه شكلها من برا، وشغل اليد مو سهل يتقلد. نحن كثير بنشتغل زي هذا التطريز اللي هنا، نعتمد اكثر على التطريز والخامات اللي من الخارج يعني. حلو صراحة، نورتينا وشرفتينا في حلقة اليوم والحلقة الأخيرة من برنامج. أتمنى لك كل التوفيق في هذا المجال. شكرا لك. رمضان كريم عليكم جميعا إن شاء الله. أمين يا رب. مكملين معاكم، وبعد الفاصل حكاوي رمضان دائما قصص لا تمل. حكاوي رمضان وعاداته وتقاليده نقدر نقول هو امتداد ثقافي مستمر من جيل إلى جيل آخر، وفي كل جيل طبيعي تتغير بعض العادات بحكم تأثير الواقع الجديد. في هذه الفقرة وختامية هذا الموسم مشرفنا الأستاذ محمد اليوسف، وحنعيش جو الحكاوي الرمضانية واللي حنختم فيها هذه الحلقة. أهلا وسهلا أستاذ محمد، منورنا. أهلا وسهلا، الله يحييكم وشكرا لكم أتحتوا لي هذه الفرصة الجميلة وفي هذه المناسبة العظيمة اللي هو دخول شهر رمضان المبارك. شكرا لكم. بالعكس، شكرا لك على تلبية هذه. أعرف منك يعني الملامح اللي ما عشناها في رمضان زمان، يعني على أيامكم الطيبة، جيل الطيبين. خلينا نعيش بعض هذه التفاصيل الجميلة. خلينا أبدأ معاك من الشعبنة. إيش كنت تسوي من الشعبنة؟ والله الشعبنة هي تبدأ الشعبنة من 15 شعبان لين يقولوا ليلة رمضان. فيتخللها يعني تنجمع الأسر، الأسرة، العيلة كاملة، ينجمعوا في مكان معين أو بيت أحد إذا كان البيت كبير أو ما شابه ذلك، أو يطلعوا برا بيعملوا بيتعشوا مع بعض، بيسمروا بيتسامروا، وفيها يتخللها لعب مزمار. الله. أيوة، بالنسبة هذا إحنا بنتكلم عن الرجال، وهذا يتخللها لعب ألعاب شعبية حلوة، وتستمر هذه لين ليلة مثلا يقولوا زي اليوم مثلا، خلاص هنا نوقف ونبدأ بأجواء الرمضانية اللي هي اللي إن شاء الله حنقولها دحين في أثناء الحديث. الحياة كانت غير الحياة، والظروف غير الظروف، وطبيعي يعني بعض العادات والتقاليد تغيرت في الجيل الجديد، ولكن دائما في النهاية تكون في جمعة العيلة على سفرة رمضان. سفرة زمان إيش كان فيها في الإفطار في ذاك الزمن؟ ما شاء الله، سؤال جميل مرة هذا. فكان صراحة الخير كان موجود ولله الحمد من ذاك الزمان لين الآن ولين إن شاء الله قادمة الأيام. فكان السفر بكلمك عن الأكل، يعني الأكلات اللي موجودة على السفرة. أيوة، والله ممكن في بعضها يعرفوها وبعضها ممكن ما تنعرف من مسمياتها، عاد انتوا عاد وضحوها للجمهور الكريم. السفر هي أول شيء طبعا، أول حاجة في السفرة يكون صحن الفول، هذا شيء أساسي لازم. أيوة، وبعدين يجيك الشوربة والسمبوسة ولا اللهم صل على نبينا محمد، المنتو، اللهم صل على نبينا محمد، قمر، بالنسبه للعصيرات شراب التوت، قمر الدين، سوبيا، السوبيا الفول يجي بعد السوبيا على طول هذا. ف ولا اللهم صل على نبينا، حاجه نقولها تطلي دحين بيقولوا لها مهلبيه وجيلي دحين يقولوا له كذا، احنا كنا نقول تطلي اللي هو الكاستر هذا. ايه، فأكلات صراحة جميلة وحلوة، وفي وما زالت بعضهم إلى الآن والله يعملوها. والشوربة الحب، شوربة حب، تروح الطاحون هناك باب مكة تضرب من الطاحون الحب تأخذ وزبط شيء مية مية. لحين جايبين العلب هذه اللي هي كويكر، ما كويكر وهذا شوفان. أيوة، لكن إحنا هناك نروح باب مكة الطواحين نأخذ شوربة الحب ولا أشياء يعني ما شاء الله صلت على النبي، والباقي اللي هو الجديد اللي دحين الناس قايمين به.
طيب يعني كيف بيكون جدول الناس اليومي في رمضان؟ يعني خصوصا انت ما شاء الله تبارك الله استاذ محمد العمده الله يعلي في الحاره، فسواء جو رمضان او جو صيف او جاء شتاء، كيف بيكون جدولكم اليومي؟ جدولنا اليومي احنا نبدا نقول جدولنا اليومي من الصبح، يعني من بعد صلاه الفجر، يعني صلي الفجر ينام الواحد شويه، وبعد كذا كل واحد يروح عمله، اللي يروح دكانه، اللي يروح وظيفته، بالنسبه لبناتنا واخواتنا اللي تروح مدرستها، اللي كل مين يعيش في هذه الدنيا لين يرجعوا بيوتهم. طبعا يكون هناك الست البيت ما شاء الله مشغوله في البيت، ادنا المغرب فطرنا وصلينا على الحبيب، ادنا العشاء رحنا صلينا التراويح، ومن هنا يبدا برنامج لرمضان وليالي رمضان وايش اللي يكون. فطبعا بعد ما صلوا التراويح الناس خلاص تخرج، اللي يروح ياخذ اسرته ويزوروا الاهل بعضهم البعض، الاهل او اذا كانوا في الحاره من بيت لبيت يزوروا بعض نفسهم هم، يعني مثلا انا ازورك دحين خلاص جيت عندك انت تخرجي معي نروح نزور ناس ثانيين لين توصل لبيتي، يعني قدينا نتزاور مع بعض لين يوصل بيتي اللي بدا بالزياره دي. فبيتخلى لها كثير من الاشياء، الجلسات الحلوه خاصه الرجال يقعدوا مقعد العمدة في وسط الحارة كده، ولا اللي بيلعب ورقة، اللي بيلعب دومنا، اللي بيلعب كيرم، الأطفال هناك اللي يلعبوا برجون لب، اللي بيلعبوا اللهم صل على نبينا محمد، بالنسبة للبنات بيلعبوا البربر، عارفة كيف؟ أي والله بربر طبعا عارفة. فتستمر الليالي ويجلسوا مع بعض يسمروا ويكلموا بعض وفي أهازيج، يعني لابد ترويح من النفس، يعني مو انه مره مقفل بيروح عن نفسهم بهزيج جازيه او اي اناشيد مجسات او اي مجسات زواميل يلعبوا ولين يجي وقت المروح خلاص كملين يروح بيته شويه عاد يجيك المسحرات. يعني الحين لسه كنت بتكلم معك عن المسحرات إيه. كيف كان المسحرات ايام زمان؟ مسحراتي هذا صراحه حبيب العمده، دائما تلقى مقعد العمده جالس كده خاصه ليالي رمضان كلها، اول ما الناس تبدا ويهجدوا كده على الساعه 2 فيبدا هو ياخذ طبلته الصغيره ويلف على الحاره، اصحى يا نايم وحد الدايم، اصحى يا صايم سحورك يا صايم، يا خاله فتو، يا عم زكي، يا عم محمد قوموا تسحروا، ويلف على البيوت. اثناء لفوا على البيوت مثلا انت بتفك الباب اول ما تسمع المسحرات، تجيبي معك صحن من اللي انت بتسحري منه او العيله اللي بتاكل منه يدوه، وقديم ما شاء الله يطلع هو ماكل ما شاء الله عنده اكل اكثر منه وامه. ما شاء الله بالعافيه. ولين يأذن الفجر يصلوا كل واحد. طب الحارة كانت هي المساحة المهمة في ليالي رمضان، وأفتكر أيام زمان كل حارة بتسوي احتفالية خاصة بهذا الشهر، فكيف كانت حارتكم؟ والله حارتنا صراحة شيء، أنا دحين ترى بفشل عليكم شوية، ترى أنتم مهرجان عندنا في وسط البلد، يجينا مهرجان عارفة أكيد إن شاء الله جدة، فنفس اللي شفتوه في المهرجان هذا حياتنا كلنا، الناس حوالينا واحنا حول الناس، وخاصه العمده وخاصه الليالي الاخيره من رمضان، فبيعرف بعض الاسر شويه تعبانه، فالتجار اللي في الحاره ساكنين اهل الدكاكين والمحلات، فيروح يقول لهم ترى يا جماعه انا عندي كذا كذا كذا، فرجال عندكم شاي اثنين هو وانا اوزعه بطريقتي عشان الناس مستوره بستر الله، ما تحب احد يعرف عنا شيء، فيقوم العمده هو يقوم ما شاء الله اخر الليل لما تهجد الدنيا بنفسه يفر على الحارة يوزع لهم الأشياء، الصدقات الزكوات الأشياء هذا، مستورين مجبورين، واليوم الثاني تحسين كلهم زي بعض، ما عنده ما حد يدري عن ده شيء. لا زمان كان الناس فيها خير والجار للجار والناس لبعضها. طب إيش العادات اللي نفسك ترجع من ثاني عم محمد؟ والله نفسي اللي يرجع الاجتماع المركز، يعني مثلا ايش الاجتماع المركز اللي مثلا انا وانتي وبنتي وولدي وهذا، لما نجي نجتمع نسمع بعض نجلس مع بعض، انت تتكلم ايش عندك انا اتكلم هذا يتكلم، نسمع بعض نركز مع بعض. صراحه انا الان وانا بتكلم لك عن نفسي عشان مثلا السلام عليكم، بس ما تسمع الا السلام عليكم، يقول لك عليكم السلام وهي ما في غيرها، ويمسك الجوال ويشتغل تقنق تقنق، ها يا ابوي انا جنبك جالس يا هو يا ابن الحلال. فهذه اللي انا ابغاه انه نرجع زي ما كنا زمان، الجوال ده اخذ هو نعمه عظيمه وفضل من الله سبحانه وتعالى،
بس يا ريت انه وقت نجتمع نخليه شويه ونهرج مع بعض ونتسامر ونرجع بعد كذا عندك الوقت كله. صحيح اتفق معك. طيب هل مثلا في حكايه او موقف خالد في ذاكرتك من ايام زمان الى اليوم مستحيل تنساه؟ والله المواقف كثيره. انا بذكر لك موقف صراحه، انا من عشاق جده التاريخيه صراحه يعني. والله كلنا يا عم. ولي موقف كان هناك جميل جدا، وخاف اتكلم مثلا، اخاف مثلا تطلع حاجه من نوع من انواع الدعايه، فسامحوني يعني فما بذكرها يعني، بتكلم عن الموقف عشان لا يكون في دعايه. مثلا احد المواقف، انا شاركت في مهرجان جده ماشي، على اني اجي مثلا يجيني الزائر اجي اقول له هذا مثلا ادوني حاجات كذا، يجي الزوار اقول له مش هي مثلا هذه المزهريه، مثلا ايش هذه المزهريه كذا ام النعام كذا. أنا في البداية قلت أوكي ما هي مشكلة، بعدين وحطوني في مكان الناس تيجي، يعني الناس اللي تيجي في وشي أنا في أول. المدخل يعني. إيه في المدخل. يجوا الناس يجوني، طلعت كذا الناس جاية ودي جدة التاريخية وبلدي وأبغى أظهر شيء أستقبل الناس عادي، وأنا خايف، أنا أبغى عندي شيء بسويه بس ما قال إيش بك سويت كذا، خايف من كذا. فقلت انا ماني دميه، انا ماني زي الماكينه هذه، انا لازم اسوي حاجه للناس هذول، انا احس دول كانوا جايين بيتي يعني. والله وانا جالس اتذكرت هزوجه كنا نقولها، انا كنت انا سنه ثانيه ابتدائي ايام الملك فيصل رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. كان معدي من دوار البيعه جده التاريخيه مارر، وجمع المدارس نصفق ونحيي بالملك رحمه الله عليه. وكنا نقول حبا حبا باللي جاء، يا مرحبا باللي جاء، وانبسطوا. كنت اقول لك يا واد هيا ايش رايك تقول باينه، واللي يصير يصير، ماني راضي الناس اشوفها جايه وما استقبلوا ملا. والله توكلت على الله وقلت، وقمت وقفت كده، انا كنت جالس اقول لك زي الدمية يعني، هذه كده وذاك يروح يا راجل مو كده احنا. واقول الهزوجه دي حبا حبا باللي جاء، ويا مرحبا باللي جاء، الا الناس التفت علي والجوالات اشتغلت والكاميرات، واللي يسلم علي واللي يحضني. حسيت وقتها، حسيت انه دولا مو جايين للمهرجان، حسيت انه دولا جايين ضيوف عندي في البيت. فلما يجيك الضيف في البيت انت كيف تعملي؟ تخلي الدنيا كلها فرح. ترحب فيه وتكرمه اكيد. ولعت لك الدنيا وانبسطوا وارتاحوا ولله الحمد لله، وما قصروا معايا يعني صراحة، أكرموني وكرموني القائمين على المهرجان والإمارة منطقة مكة وهذا. فصراحة هذا الموقف اللي أنا ما أنساه. كي تستاهل أكثر والله. محمد بس أنا صراحة جاني فضول أعرف وش سر العصا اللي معك. هذه العصا هذه لها أشياء كثيرة ولها فوائد. هذه العصا منها العمدة، لما يجي مثلا ماشي العصا دي زي تقدر تقولي فخامة كده، عارفة يعني، زي العصر هذا دحين زي تقول افخم جوال ايش هو ما ادري ايه، هذا زيه كذا يعني أيه. تديك هيبه وفي لها فوائد. منها مثلا رحت نزلت السوق اقضي وما عندي احد يشيل معايا، اعلق اشياء كلها بالعصر هذه وعلى كتفي امشي. في لعب مزمار، اروح العب مزمار جاهز، الله يرحم والدين جاهز أيه. يعني ستاند باي على طول اي شيء. وهذه العصا، والعصا هذه اشكال والوان وفي الغالي وفي الرخيص وفي. طب خلينا نتكلم، ادينا تفاصيل شويه عنها. هذه العصا من شجر الزيتون. هذه العصا ومشغوله زي ما انت شايفه بالنحاس، هذه بتتقسم شجر الزيتون وبتتغرق في السمن. سنه سنتين ثلاثه اربعه خمسه بيغرقوها في السمن اللي هو الالي حق الخروف، عارفه؟ ايوه. يحرقوها ويحطوها في علبه كده لها وتتسقط فيها حتى تعطي قوه وجمال ورونق، يعني هذه تجلس معاك الزمن كله ما يجيها شيء. وبعدين لو تلاحظي قويه مره يعني، لو في دربكه لو في احد كده تقدر تخش له جاهز على طول. عم محمد طب اخيرا كيف بتعايدوا بعض في العيد؟ العيد المعايده تبدا من ليله العيد، كل واحد ليله العيد يروح يصلح بيته ويظبط وانتك وهذا، وبعد العشاء كلهم ينجمعوا فين؟ في مقعد العمده اللي هو في وسط الحاره، يعيدوا على بعض ويعيشوا هذا ليله العيد، يسلموا على بعض ويعايدوا بعض. اليوم الثاني الصبح
لاخذ لفه على الحاره كلها مثلا من اول شيء نبدا مثلا ببيتكم بعدين بيتي بعدين بيت كذا كذا ندور على بعض ونعايد بعض بعد كذا بعد الدور كل مين يروح يتمشى مع عياله وينبسطوا والبحر قريب عندنا هنا وعيش الكرنس والدنيا سعيده. اكيد شكرا لك عم محمد نورتنا وشرفتنا ورجعتنا الذكريات جميله والماضي الجميل واللي نتمنى باذن الله راح نعيشه هذا ان شاء الله باذن الله كل عام اكيد وانت بألف خير كل سنه وانتم طيبين وانا شاكر لكم هذا اللقاء بالعكس شكرا لكم شرف كبير لنا وروتانا خليجيه ترى لها وقع خاص عندنا هنا صراحه يعني هي اللي اظهرت تراثنا للعالم برا كله يعني صراحه اظهرتونا للناس كلها صراحه انا اقول لكم شكرا نيابه عن زملائي واخواني شكرا لك عم محمد يعني للاسف يعني في الختام ونوصل معاكم لنهايه موسم كامل وموسم طويل قدمنا فيه ابرز المواهب المختلفه من الشباب والبنات كنا نقابلكم كل يوم ساعة لايف صوتي راح على الختام ولكن من كل قلبي أكيد أحب أشكر كل طاقم عمل ساعة شباب والقائمين على نجاح هذا البرنامج شاركونا وأيضا كانوا مسيرة نجاح ممتدة لموسم كامل يعطيكم ألف عافية الأستاذ صبري باشسير الأستاذ لما الأستاذ العنود المخرج الأستاذ خالد فريد وأكيد كل طاقم التصوير والأستاذ أزهر والأستاذ محمود سند ويعني إذا قعدت أذكر أسامي اليوم ما راح نخلص والأكيد المهندس أشرف والمهندس كريم وكل المصورين اليوم سامحوني إن أخطيت في حقكم يوم اعذروني وشكرا لكم من القلب وأكيد محمود شاهين كوتي الشباب قاعدين يقولون لي أسامي نظام يعطيكم ألف عافية كلكم شكرا لكم من القلب كنت خير السند في هذا البرنامج طارق وأكيد فضل ومهند وأبو الفتوح عبد الرحمة فهد وعبد الرحيم أكيد كوتي يعطيك ألف عافية كوتي thank you so much شكرا لكم من القلب مشاهدينا على حسن المتابعة وبإذن الله نلقاكم في موسم جديد سامحونا على القصور في هذا الموسم وأقول لكم مع السلامة إن شاء الله بإذن الله أن ربي كتب ألقاكم في موسم قادم على روتانا خليجية يعطيكم ألف عافية شكرا لكم ورمضان كريم We'll be right back.